يلا يا ولاد، يلا يلا يلا. اتفضلي يا هيفا. شكرا. لو سمحت، هو الدكتور وهبة هيتأخر؟ هيجي حالا. عد فلوسك يا حسن، احسن تكون راحت كده ولا كده في السكة. مش مهم. المدام مصرة انك تخرج، انا حاولت اقنعها ان انت تفضل معايا. انا كمان عايز اطلع. بس انت لازم تكمل علاجك. اعمل معروف، عايز اطلع. حسن انت لسه محتاج للمتابعة، انت عندك حالة اكتئاب شديدة ممكن تدفعك للانتحار. معلش، عايز اطلع من هنا. ابو علي، انت مش بتقول عليا دكتور شاطر، اديني فرصة عالجك. وعلى فكرة انت لو اصريت ان انت تكمل علاجك ده قرارك انت مش قرار المدام. ده قراري ان امشي من هنا. انت مش عاوز تكمل علاجك، عاوز تكمل هروبك من نفسك، وده خطر عليك وحتى على اولادك. انت ما بقتش عاوز تشوفهم، مش عاوز تعذب روحك بيهم. ما عاوزش حد يتأذي بسببي، ما تعرفش حاجة. اديني فرصة اعرف وأساعدك. ما عاوزش حد يساعدني. أنت مش عاوز تخف، أنت عاوز تجلد نفسك على حاجة أنت مالكش ذنب فيها. مش لاقي رد، مش كده؟ عشان عارف إن أنا بتكلم صح. صح. يبقى تفضل معايا. اعمل معروف، عايز أطلع. ماشي يا حسن، وانا هسيبك تخرج. وصدقني انا هرحب بيك في اي وقت. حضرتك هتمضي على اقرار انه خارج على مسؤوليتك الكاملة، وبمعرفتك انه عنده ميول انتحاريه وانه مازال تحت العلاج. كده هو تحت مسؤوليتك الكامله. ايوه عارف. وحشتيني يا خلف، بجد وحشتيني. هو انت لسه زعلان مني؟ على فكرة انت هتخرج من هنا معايا مع مراتك. خلف انا هفضل جنبك لحد ما تخف وترجع زي الاول. هو انت مش قعدت جنبي لحد ما خفيت؟ أنا كمان هقعد جنبك لحد ما تخف. خلف أنا بحبك، أنا هفضل جنبك لحد ما تخف. أنا وإنت هنعيش لوحدنا بعيد عن كل الناس. خلاص ما بقتش عايزة في الدنيا غيرك. إنت عارف يا خلف، أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا بحب بالشكل ده. طب أقول لك على خبر يخليك تطير من الفرحة؟ انسيني يا بنت الناس. خلف! يا خلف استنى! كملي طريقك لحالك! خلف! يا خلف!
لي طريقك لحالك. ياسمين ياسمين ما تخافيش، هو اللي مرضيش يجي معايا هرب في 60 داهية تاخده. مين ده اللي انت مجننة نفسك عليه؟ أرجوك يا ماما يا رب تخلصنا منه بحق جه حبيبك النبي محمد يوسف عمره وارتاح من السرية دي. طيب يا ماما كتر ألف خيرك. مالك يا ياسمين؟ في ايه يا بنتي؟ عماله تهري وتنكتي في نفسك كده ليه؟ مفيش. سيبيني يا ماما. انتي ما تعرفيش حاجة. ما اعرفش حاجة؟ ايه اللي ما اعرفوش يا بنتي؟ لا يا ماما ما تشغليش بالك. انسي الحكاية دي. يا رب يا بنتي نكون خلصنا من الموضوع ده يا رب. تبقى يا دليل النور فينا مدى الأزمان مرضيا رضيا ستبقى يا دليل النور فينا لو سمحتي يا ماما. لا طبعا مش هسيب، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان. عشان حبيت خلف؟ هقول لك بقى يا ماما. انا بحبه بجد. فرحانة قوي ان ربنا حطه في طريقي. ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. لدرجاتي؟ واكتر من درجاتي. أنا كل اللي بتمناه إن أشيل عنه هم وخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومها. يا بنتي أنت مش قلتيله إنك روحتيله ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ إيه اللي ما يعوزناش؟ إحنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا
لو كان عارف اني حامل. حامل؟